الفريق التابع لعميد الشرطة عمان بركيران يقوم بعملية تمشيطية دائمة في نفوذ ترابي شاسع يزاوج بين مجال شبه قروي وحضر. يستعمل هؤلاء الشبان دراجات نارية أحيانا بدون وثائق. يتم تغيير معالمها بوضع جهاز سبايدر أي العنكبوت للرفع من سرعتها إلى 160 كيلومتر في الساعة. السلام عليكم عشاق وعشاقات الدراجات النارية. كما كتشوفوا اليوم في الأخبار تاع التوزيم 26 شهر 8 2020، بلي أنهم كانوا لقاو واحد جوج دراري كيكريسيو يعني بموتور سي 50 وفيه ماكينة تاع السبايدر وفيه ماكينة 125، وأنهم كيقولوا أن أي واحد لقاو عنده بلاكة صغيرة وماكينة كبيرة يعني كتسمى مخالفة، وانه غادي يتابعوها قضائيا وممكن تكون فيها مخالفه واحد الغرامه ماليه لا تكون كبيره. ساهم فيها كذلك نجاعة الاحكام القضائيه الصادره بحق هؤلاء المجرمين وفعاليه العنصر البشري التي تعتمدها المديريه العامه للامن الوطني لتنفيذ استراتيجيه الامنيه الناجحه، ولكون طبيعه هذه الجرائم جرائم متحركه وتتم بسرعه يصعب على المتضررين منها ضبط الاوصاف واوصاف مرتكبيها الذين يستعملون في تنقلاتهم درجات ناريه معدله. وبالنسبه دابا ما بقاش لا بريباراسيون ولا والو، يعني الناس اللي عندهم ستي 50 ولا شي حاجه يبقى ستي 50 كما هي. يعني دوك موطر تاع مونينيكس بالنسبه لك انت هازو بلا فشي طلعه، يعني غادي تضبط صاحبك تيدفعك طلعوا وعاود ركبوا. بالنسبه للمغرب حلفت ان ولات الشعب لا باقي يركبوا فشي موطور، ونتمنى ان نشوف التعليق تاعكم شنو بان لكم في هذا البلان. هذا نقاش دائر داخل المجتمع بعد تنامي ظاهرة الإجراء باستعمال الدراجات النارية المعدلة، لكن تبقى للمشرع الصلاحية في الرفع من العقوبة الحبسية. في انتظار ذلك يواصل رجال الأمن عملياتهم التمشيطية الروتينية لتعقب المجرمين والمخالفين للقانون. الفريق التابع لعميد الشرطة عمان بركيران يقوم بعملية تمشيطية دائمة في نفوذ ترابي شاسع يزاوج بين مجال شبه قروي وحضر. يستعمل هؤلاء الشبان دراجات نارية أحيانا بدون وثائق. يتم تغيير معالمها بوضع جهاز سبايدر أي العنكبوت للرفع من سرعتها إلى 160 كيلومتر في الساعة.